استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قاعدة الاسخير الجوية هذا اليوم سعادة السيد ماتياس فيكل سكرتير الدولة المكلف بشؤون التجارة الخارجية وتشجيع السياحة والفرنسيين في الخارج وقد رحب جلالة الملك المفدى بالوفد الفرنسي الزائر واثنى على مشاركته في هذا المعرض العالمي والتي تاتي في اطار ما يربط مملكه البحرين والجمهوريه الفرنسيه الصديقه من علاقات تاريخيه وثيقه ومتميزه وأعرب جلالة الملك المفدى حفظه الله عن تقديره للعلاقات البحرينيه الفرنسيه الممتده منذ مطلع القرن العشرين والتي تعكس المصالح الاستراتيجيه المشتركه في شتى المجالات منوها بنتائج الزياره التي قام بها جلالته للجمهوريه الفرنسيه الصديقه ولقائه بفخامه الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند الذي عبر عن اهتمامه وحرصه الكبيرين بتطوير العلاقات بين البلدين وما تمخض عن تلك الزياره الهامه من توقيع اتفاقيات للاستفاده من الخبرات الفرنسيه في عدد من المشاريع الاستراتيجيه بالمملكه من ابرزها اتفاقيه تحديث اصول الناقله الوطنيه طيران الخليج من طائرات الايرباس مؤكدا جلالته اهميه الاتفاقيه الخاصه بمشروع التخطيط العمراني للمملكه والاستفاده من الخبرات الفرنسيه في هذا المجال والتي ستساهم في تطوير انظمه التخطيط بالمملكه بما يتلاءم مع احتياجات المملكه المستقبليه